بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد ونشرة الأهلي. واخدكم بسرعة للعناوين. الأهلي يؤدي مرانه الأول بالمغرب اليوم. والطبيب الأهلي قائمة الفريق خالية من الإصابات قبل مواجهة الوداد. استاد القاهرة يستضيف مباريات الأهلي بالدوري. تسلم رجليك. ادي عبد الله السعيد اتحرك له حلو قوي فتحي. وادي ابو تريكه الله فرح المصريين يا ابو تريكه. وادي الكوره عبد الله يسدد وابو تريكه الكوره بتحبه الكوره بتكفه. سلام حلو عبد الله والدعم من احمد فتحي وتسديده والجول الثاني. يا الاهلي حديد الاهلي حديد. ولا تقول لي كايزر تشيفز ولا تقول لي مازيبي ولا تقول لي حاجه. ده النادي الاهلي الذي امامنا كاس البطوله التي سيحتفظ بها النادي الاهلي للابد. أبدأ أخباري مع حضراتكم. يخوض فريق الأهلي مرانه اليوم في المغرب في مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الوداد المغربي يوم السبت المقبل بإذن الله في إياب الدور النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. والكابتن سيد عبد الحفيظ حجز مدير كرة النادي الأهلي أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة باقة الفريق في المغرب حتى يؤدي الفريق عليه مرانه الأول مساء اليوم. كانت بعثة النادي الأهلي وصلت إلى المغرب فجر الخميس استعدادا لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله يوم السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. أكد كابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم النادي الأهلي أن الفريق سيقاتل في مباراته أمام الوداد بإياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل الفوز باللقب التاسع وإسعاد الجماهير متمنيا عدالة تحكيمية وأن يكون الأداء التحكيمي على مستوى المباراة. للمزيد من التفاصيل عندنا لقاء خاص وحصري مع كابتن حسام البدري من داخل الطائرة المتجهة إلى مدينة كازابلانكا المغربية. نذهب ونشاهد. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان واحنا في طريقنا دلوقتي للوصول إن شاء الله لمدينة كازابلانكا في المغرب. معايا في هذه اللحظات كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي. كابتن حسام برحب بيك في البداية. أهلا بيك. طبعا في البداية عايزين نتكلم عن المباراة المقبلة، أكيد مباراة مهمة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، مباراة بطولة وبطولة كل الجمهور مستنيها. ولحد دلوقتي بصراحة الفريق عمل كل اللي عليه في البطولة دي وقدرنا ان احنا نتخطى عقبات صعبة جدا، لكن المباراة ان شاء الله مباراة العودة شايفها ازاي؟ هو طبعا في البداية لازم اقول ان احنا وصلنا للمرحلة الاخيرة او المحطة الاخيرة وهي الاياب من دور النهائي. طبعا مباراة الاياب اللي هتكون ان شاء الله في المغرب واكيد مباراة في غاية الاهمية لانها هتحسم طبعا البطل بالنسبة لهذه البطولة. وزي ما انت عارف يمكن البطولة ديت تعتبر أصعب بطولة أفريقية في تاريخ النادي الأهلي، أولا لطول البطولة، على الجانب الآخر لو حللت المباريات اللي لعبها النادي الأهلي احتاجت ان كل المباريات حتى في دوري المجموعات مباريات صعبة جدا. دوري المجموعات كان صعب جدا، الفرق اللي موجودة معاك سواء القطن أو زناكو أو الوداد، في نفس الوقت بعد كده مقابلات الترجي والنجم الساحلي، فكل ده طبعا كان مشوار صعب جدا والبطوله بنسختها الجديده فاكيد المشوار صعب. ويمكن ده سبب من الاسباب اللي انا بقول تملي بحس اللعيبه عليه ان انهم تعبوا والمشوار صعب ووصلنا للمحطه الاخيره، فلابد ان احنا ان شاء الله نقاتل باذن الله ونتمسك بشكل كبير جدا باذن الله. لان على الجانب الاخر انت شايف الجماهير كمان
يعني متعطشه بشكل كبير جدا لهذه البطوله. ويمكن في بدايه المشوار نفسه انت شفت الفوز الحمد لله كان في الموسم السابق بالبطولات سواء الدوري او الكاس، لكن كل الجماهير برضو بتتكلم على بطوله افريقيا. معلش يا كابتن حسام، هو كان الهدف الاساسي بالنسبه لحضرتك فور عودتك للنادي الاهلي هو دوري ابطال افريقيا؟ اكيد، لكن هو انت عارف اي واحد بيبقى موجود في النادي الاهلي بتبقى انت مطالب بكل البطولات، وزي ما انت عارف ان بطوله الدوري العام مش هتقدر تقول ان هي بطوله مش مهمه او بطوله كاس مصر، لكن اكيد بطوله افريقيا غايبه بقى لها فتره طويله جدا، وزي ما بقول لك الجماهير نفسها متعطشه بشكل كبير لبطوله افريقيا. وزي ما انا بقول لك يعني في صوره تملي يعني في ذهني وموجوده، وهو المشجع اللي اسمه اسلام، اللي يعني انا بقول ان هو بيعبر بشكل عام عن رغبه الجماهير، وبتشوفه في التمرين لما بيبقى موجود او في المباراه لما بيبقى موجود، وكلمه افريقيا لما بتطلع منه دي يمكن احد الدوافع اللي تبني بتبقى الصوت ده موجود في دماغي والصوره بتاعته موجوده قدامي. والكلام ده طبعا يعني اكيد احنا الواحد بيبقى مركز في شغله بشكل متواصل، لكن بتمنى ان شاء الله يعني وانا جاي النهارده صدقني انا شفت صورته، وبتمنى ان شاء الله نرجع بالكاس، وبتمنى ان هو يتصور بالكاس ان شاء الله. طيبة اكيد جدا منك يا كابتن حسام، لكن برضو عايز ارجع للمباراه الاولى امام فريق الوداد والتعادل الايجابي على ارضنا. شايف ان عنصر التحكيم كان ليه دور يا كابتن حسام بشكل او باخر؟ يعني للاسف السنه دي التحكيم كان سيء الحظ جدا معانا، او احنا كنا سيئين الحظ جدا مع التحكيم. بالظبط طبعا، يعني انا مش عاوز اقول ان التحكيم لان انا ما بحبش اتكلم عن التحكيم، لان ما بحبش يبقى في مبررات، لكن اعتقد ان الناس كلها الجماهير وحتى الفنيين شايفين ان النادي الاهلي السنه دي كان حظه سيء جدا، او في سوء توفيق بالنسبه للحكام. مباراه غريبه جدا يعني بتشوف على ملعبك زي مباراه الترجي اللي تعادلنا فيها المباراه اللي فاتت، ضربه جزاء صحيحه 100%، فكان في اكتر من مباراه، مباراه زيناكو برضو كان فيها اخطاء، ففي اكتر مباراه كان فيها اخطاء كانت ممكن يعني تحسم لنا اشياء كتيره، لكن برغم كل الصعوبات وانا بقول احد هذه الصعوبات اللي احنا قابلناها هي التحكيم برضه، ويعني عدم توفيق بالنسبه لنا في الحكام اللي حكموا لنا مبارياتها. كابتن حسام، انا بلاحظ في كلام حضرتك بعد المباريات المهمه بتحديد بعد مباراه الترجي تعادلنا 2-2 في القاهره، ناس كتير قالت الاهلي ممكن يخرج، في المؤتمر الصحفي حضرتك قلت عندنا فرصه كبيره. بعد مباراه الوداد حضرتك في مؤتمر صحفي قلت عندنا فرصه كبيره، ثقه كبيره وثقه عاليه جدا ومطلوبه في مباراه مهمه زي. اكيد طبعا، اولا انا تملي بقول انا مؤمن ان ما دام في تعب بيبقى في توفيق من عند ربنا، وثقتي طبعا جايه في ثقتي بالله قبل شيء اي شيء فعلا، يعني انا عندي ثقه كبيره جدا في الله وتوفيق ربنا. وزي ما انا بقول بقى يعني انا بتعب بشكل كبير جدا، انا والجهاز الفني اللي موجود معايا واللعيبه بتتعب واداره النادي بتتعب، فانا بشوف ان التوفيق بيجي مردوده نتيجه التعب ده، وعشان كده انا متاكد ان احنا تعبنا بشكل كبير جدا. على الجانب الاخر انا عندي ثقه كبيره جدا على الجانب الفني في لعيب النادي الاهلي وامكانيات لعيب النادي الاهلي، والمباريات الصعبه اللي بيبقى مطلوب فيها تحديد هدف تحقيق هدف معين بيبقى عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي، فانا عندي ثقه كبيره ان شاء الله. وزي ما قلت ان المباريات دي بتحسم يعني في المباراتين، مفيش مباراه واحده بتحسم النتيجه، فانا عندي ثقه كبيره ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي قادره ان شاء الله ان هي تحسم البطوله ان شاء الله وترجع بالكاس ان شاء الله. وتاكد ان احنا يعني سنقاتل بشكل كبير جدا ان شاء الله انا واللعيبه والجهاز ان شاء الله باذن الله ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي، والتوفيق بتاع ربنا بقى ان شاء الله. اكيد ده طبعا كل جمهور النادي الاهلي مستني، لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان شاء الله يرجعوا لنا بالبطوله. نقفل الوداد، نتكلم عن النهارده كان في 3 لاعبين من النادي الاهلي تم ترشيحهم للفوز بجائزه افضل لاعب داخل القاره، جونيور اجايي، احمد فتحي وعلي معلول. تعليق حضرتك؟ طبعا انا سعيد طبعا، يعني كون ان بترشح 3 لاعبين من النادي الاهلي يترشحوا لهذا اللقب، فان شاء الله كل التوفيق ليهم ان شاء الله. الجمهور بقى امبارح اعداد كبيره جدا جدا، وحضرتك كنت مصمم ان جمهور النادي الاهلي يحضر زي ايضا ما حصل في مباراه قبل مباراه الترجي، كانت الظروف صعبه برضو، لكن جمهور امبارح جيب يعني عدد كبير جدا جدا جدا، وازروا الجهاز الفني واللاعبين. واللفته الاهم هي طبعا اليافطه بتاعت زينه البدري، سلامتك. احنا طبعا عايزين نطمن عليها في البدايه كابتن حسام.
والله طبعا في البدايه انا بقول ان جمهور النادي الاهلي ده جمهور عظيم، ويمكن المشهد بتاع الامس ده يعني من المشاهد اللي هتفضل برضو عالقه بذهن الواحد، وفي نفس الوقت على مدار حياتنا كلها في النادي الاهلي اتعلمنا حاجات كتير جدا على جميع الجوانب يعني. فتملي الجمهور النادي الاهلي ده بيضرب القدوه وبيعلمنا حاجات كتير جدا، وفي نفس الوقت بيخليك فعلا انت كابن من ابناء النادي الاهلي تبقى يعني عندك فخر واعتزاز لانتمائك لهذه القلعه ولهذا الكيان اللي عندها جمهور بالشكل ده. وصدقني امبارح بعد ما يعني اما حتى خلص او اتمرنا وكان في صعوبه ان احنا نتمرن في الملعب واتمرنا وانا في ماشي في الشارع والجماهير دي كانت لسه موجوده وشايفهم على كوبري قصر النيل وشايفهم في الشوارع ووجودهم لغايه اما يعني لغايه بالليل، فالجمهور دي جمهور عظيمه والشباب الموجود ده شباب جميل، وفعلا بتمنى من ربنا يعني اذا كنت انا يعني اعتقد ان انا يعني ما فيش مساحه في عقلي ولا في ذهني ولا في جسمي ما عندهاش الرغبه انها تفوز بالكاس، لكن تاكد ان المشهد اللي انا شفته امبارح يعني مخلي عندي يعني اضعاف اللي انا حاسس بيه والله، فان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. زينا بقى عايزين نطمن عليك. والله زينا الحمد لله يعني ربنا ستر طبعا بشكل كبير، ويعني انا يعني مش عاوز اتكلم في الموضوع ده كتير، لكن ربنا ستر بشكل كبير طبعا. الحادثه جامده طبعا وهي حادثه مترو، لكن الحمد لله ربنا ستر، لكن هو في طبعا موضوع كسور كذا كسر كده، لكن ان شاء الله يعني الامور احسن الحمد لله، رجعت البيت. لكن بتضطر يوميا طبعا بيبقى في تشيك عليها يوميا لغايه فتره معينه، وفي جزء بيبقى في البيت وفي جزء خارج البيت، وان شاء الله باذن الله بعد مباراه المغرب من المغرب ان شاء الله هروح لها على طول عشان اطمن عليها باذن الله. الف سلام عليك يا كابتن حسام. لكن حاجه اخيره، رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي قبل هذه المباراه، وخصوصا ان في هاشتاج اتعمل بنحبك يا بدري من جمهور النادي الاهلي، تعليقك ايه؟ انا اللي بقول انا بحبك جمهور عظيم، الواحد فعلا بيفتخر انه بينتمي لهذه الجماهير، وبقول لك المنظر بتاع امبارح دوت لان شفنا في مواقف كتير جدا جماهير النادي الاهلي تبقى موجوده وتساند، لكن مشهد الامس ده مش عشان موضوع المسانده الخاصه بيا بس، لا لا لا، المسانده للفريق والمسانده للعيبه والكثافه والكم اللي جه امبارح ده والاصرار والفتره اللي قعدوا فيها في الاستاد، الجمهور ده فعلا جمهور عظيم يعني. فبقول لهم ان شاء الله اتمنى من ربنا ان احنا نسعدكم ان شاء الله، واتمنى انا على المستوى الخاص باذن الله كحسام البدري ان انا ارجع لكم كاس افريقيا ان شاء الله. اسمح لي يا كابتن حسام برضو، الموقف اللي حضرتك تعرضت له واصابه ابنه حضرتك واصرارك على التواجد في مباراتين مهمين جدا النادي الاهلي، ده حاجه كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي، وكل جمهور النادي الاهلي شايلها حضرتك وبيتكلم فيها. انا متاكد ان في كتير لو كانوا مكاني كانوا حاملوا نفس الموقف ده، وصدقني ما فيش ثانيه بالرغم صعوبه الموقف و يعني، لكن ما ترددتش يعني، ما كانش عندي تردد ثانيه ان انا هبقى موجود يعني. شكرا كابتن حسام، مستنيين البطوله ان شاء الله. ان شاء الله مشكور. ده كان لقائنا الهام جدا مع كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، اكيد نتمنى له كل التوفيق هو وجهازه المعاون، وايضا طبعا كل لاعبي النادي الاهلي في خلال هذه المباراه، وان شاء الله يرجعوا لنا بكاس دوري ابطال افريقيا. يعقد الاجتماع الفني لمباراه الاهلي والوداد المغربي باياب نهائي دوري ابطال اوروبا دوري ابطال افريقيا، في ان شاء الله النادي الاهلي كده يروح كاس العالم للانديه ويلعب بطل ابطال اوروبا في 11 صباح الغد الجمعه بتوقيت المغرب، الواحده بتوقيت القاهره، ويقام الاجتماع الفني باحد الفنادق القريبه من مقر اقامه الاهلي بالمغرب، حيث يحضره من الاهلي الثلاثي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، كابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجيه بالنادي الاهلي، والكابتن ماهر عبد العزيز اداري الفريق. ومن المقرر ان يتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على زي الفريقين وبعض الامور التنظيميه الخاصه بالمباراه، وعلى راسها موعد حضور الفريقين للملعب والاطمئنان على كافه الامور المتعلقه بتامين بعثه الاهلي وجماهير الفريق. وعشان نعرف تفاصيل اكثر بينضم لنا من المغرب مباشرة زميلنا أمير هشام. أمير، أوصف لنا إيه آخر أخبار بعثة النادي الأهلي في المغرب، وأوصف لنا حالة اللعيبة وأيضا الجهاز الفني إزاي بيفكر في قيادة اللقاء.
ليك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا من هنا في المغرب وبتحديد مدينة كازابلانكا بيستعد النادي الأهلي للمباراة النهائية وبتحديد إياب دوري أبطال أفريقيا، وهي أكيد مباراة مهمة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، بالنسبة للجهاز الفني، بالنسبة للاعبين. طبعا النهارده هيكون في اول مران بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاعبي النادي الاهلي. المران هيكون بالظبط بعد حوالي اقل من ساعه من الان. لاعبي النادي الاهلي في هذه اللحظات بيستعدوا للنزول عشان يستقلوا طبعا الاتوبيس الخاص بهم في الاتجاه لاحد الملاعب الفرعيه هنا عشان يستعدوا من خلال مران اليوم طبعا استعداد قوي لمباراه بعد غد امام فريق الوداد المغربي. لكن خليني بالتحديد اتكلم على الاجواء هنا يا محمد. يعني خليني اقول لك ان في ترقب كبير جدا من جمهور الوداد، من كل الجماهير بشكل عام هنا في المغرب بالتحديد جماهير الرجاء وجماهير الوداد المغربي، كله منتظر هذه المباراه. عندهم حاله تفاؤل كبيره جدا بالفوز على النادي الاهلي بعد ما قدروا ان هم يتعادلوا في المباراه الاولى بنتيجه 1-1. بالتالي هم شايفين ان عندهم فرصه كبيره ان هم يفوزوا بهذه المباراه، وده اللي ان شاء الله يعني ما يحصلش. لكن متعصبين جدا جمهور الوداد المغربي، ودايما شايفين ان هم اقرب للفوز بهذا اللقب. في المقابل جمهور الرجاء يعني معظمه بيساند النادي الاهلي، معظمه بيدعي النادي الاهلي ان هو يفوز في هذه المباراه، واحنا بندعي اكيد معاهم ان شاء الله. نتمنى النادي الاهلي يفوز بهذه المباراه. نتكلم عن الفرقه ونقرب شويه من الفرقه. النهارده كان في محاضره اولى من كابتن حسام البدري في اطار المحاضرات اللي بيعقدها طبعا خلال الفتره الاخيره قبل هذه المباراه الهامه. النهارده كانت المحاضره عقب الموعد الغدا مباشره. المحاضره اكيد كانت هامه، اكيد كابتن حسام البدري تناول فيها العديد والعديد من الامور الهامه اللي تخص هذه المباراه، سواء من النواحي التكتيكيه، من النواحي الفنيه، وايضا السيناريو اللي ممكن يبتدي بيه كابتن حسام البدري هذه المباراه الصعبة أكيد طبعا، خصوصا بعد نتيجة الذهاب. لكن بشكل عام كل لاعبي النادي الأهلي جاهزين بشكل كبير جدا لهذه المباراة، كلهم عندهم حافز قوي، عندهم دافع قوي إن شاء الله إن هم يقدموا مباراة كبيرة، وبالتالي إن شاء الله يفوزوا خلال مباراة بعد غد أمام فريق الوداد المغربي، خصوصا ان كل جمهور النادي الاهلي في انتظار هذه البطوله، وخصوصا كمان بعد توافد عدد كبير من جمهور النادي الاهلي في المران الاخير قبل السفر للمغرب. كانت اعداد كبيره جدا، كله كان بيساند النادي الاهلي، بيساند الفريق، بيساند كابتن حسام البدري علشان طبعا يفوزوا بهذه البطوله. واكيد كانت مسانده معنويه مهمه جدا من كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله بكره هيكون في مران اخر واخير كمان للنادي الاهلي هنا في المغرب، وبالتحديد ملعب محمد الخامس هو الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه. واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال هذه المباراه. خليني ايضا اطمن كل جمهور النادي الاهلي على لاعبي النادي الاهلي متواجدين في المعسكر. زي ما احنا عارفين 22 لاعب المتاحين الكابتن حسام البدري هم اللي بالفعل سافروا مع بعثه النادي الاهلي الى المغرب في ظل غياب كل من صالح جمعه وحسام عاشور وعلي معلول. لكن ال 22 لاعب جاهزين بنسبه كبيره جدا لاداء هذه المباراه من جميع الجوانب ومن جميع النواحي، سواء بدنيا فنيا. مفيش حد الحمد لله مصاب من 22 لاعب. اكيد غياب الثلاثي اللي قلت عليهم يا محمد هيكون غياب مؤثر، لكن كابتن حسام البدري ولاعبي النادي الاهلي قادرين بشكل كبير ان هم يتعاملوا بشكل جيد مع هذه الغيابات، ومن ثم ان شاء الله الفوز بهذه البطوله او هذه المباراه واهداء هذه البطوله كل جماهير النادي الاهلي اللي بينتظر هذه البطوله بفارغ الصبر. ان شاء الله هتكون بطوله جديده تضاف لبطولات النادي الاهلي على مدار تاريخه. عوده لك يا محمد. زميلنا امير هشام من المغرب وكل اخبار النادي الاهلي وبعثته من المغرب. يعقد الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي مؤتمر صحفي في السابعه والربع مساء غد الجمعه بتوقيت المغرب، التاسعه والربع بتوقيت القاهره، للحديث عن مباراه الفريق امام الوداد المغربي. ويقام المؤتمر الصحفي لكابتن حسام البدري في ملعب محمد الخامس الذي يستضيف مباراة الفريقين يوم السبت المقبل إن شاء الله في إياب دور النهائي من دوري أبطال إفريقيا. زار وفد من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف مقر اقامه الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي في المغرب من اجل الاطمئنان على ترتيبات اقامه الفريق قبل مواجهه الوداد المغربي باياب نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا.
وضم وفد الكاف كل من التونسي خالد المخشر نصف العام للمباراة، محمد ثابت زميلنا الجميل المسؤول الإعلامي من مصر، وجيرسون ميلو مساعد منسق العام من الرأس الأخضر. وعقد وفد الكاف جلسة مع كابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، ووليد مهلي مدير إدارة المباريات لتنسيق بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة. وشهدت الجلسة أيضا اتفاق على كيفية دخول جماهير الأهلي والبعثة الإعلامية المرافقة للنادي لملعب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة. أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي أن محمد نجيب مدافع الفريق جاهز للمشاركة في مباراة الوداد المغربي على ملعب محمد الخامس يوم السبت المقبل. وأضاف طبيب النادي الأهلي أن نجيب لا يعاني أو يشكو من أي إصابات، لافتا أن اللاعب سليم تماما وجاهز للمشاركة في المباراة وفقا لوجهة نظر كابتن حسام البدري. وأوضح طبيب الأهلي أن جميع اللاعبين الذين سافروا مع الفريق إلى المغرب جاهزون طبيا لخوض المباراة، ولكن قرار المشاركة بإيد الكابتن حسام البدري. خصص مسؤول فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي بالمغرب صالة طعام مجهزة بالدور 24 بالفندق لبعثة الفريق من أجل تناول وجبات الطعام. وقال الدكتور هاني وهبة أخصائي التغذية بالفريق والشيف محمد الدالي الشيف الخاص بالفريق تنسيق مع مطعم الفندق لإعداد وجبات الطعام للاعبين وفقا للبرنامج الغذائي المحدد. أشادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي بالجهود الكبيرة لطاقم السفارة المصرية في المغرب بعد إنهاء كافة إجراءات خروج البعثة من مطار الدار البيضاء في وقت سريع. وأشاد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالسفير المصري الأستاذ أشرف إبراهيم والقنصل المستشار محمد خليل والمستشار الإعلامي محمد فتوح والملحق الإداري محمد بسيوني الذين استقبلوا بعثة فريق النادي الأهلي على جهودهم الكبيرة في تذليل أي عقبات أمام البعثة. وجه السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم الدعوة لبعثة الأهلي لحضور حفل عشاء خلال فترة تواجد الفريق بالمغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. وصلت بعثة النادي الأهلي المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لمواجهة الوداد في العاشرة من مساء السبت المقبل في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله. ووجه السفير الدعوة للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية عقب حضورهما للمغرب قبل بعثة الأهلي بيومين، ومن المقرر أن يعرض على الدعوة على الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري لتحديد الموعد وفقا لبرنامج الفريق ويتم اتخاذ القرار النهائي خلال ساعات. تحدثت صحيفة المنتخب المغربية عن استعداد كل من النادي الأهلي المصري والوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا. وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي يفقد فيه كابتن حسام البدري مدرب الأهلي على علي معلول الظهير الأيسر
واحد ابرز العناصر فان الوداد ايضا يفتقد جناحه الهجومي المتالق محمد اناجم. وكتبت صحيفه الصباح في عنوانها الرئيسي الجامعه تلهب السوق السوداء تعليقا منها على ازمه بيع تذاكر المباراه والتي شهدت ازدحاما كبيرا من جماهير الوداد التي ترغب في حضور المباراه لمؤازره الفريق. وتابعت الصحيفه نقطه بيع وحيده تسببت في ازدحام واغماءات وجرحى وهناك مطالبات بتجهيز شاشات عملاقه لتسهيل مهمه الجماهير من اجل متابعه المباراه. وإلى متابعة الأخبار المحلية، تلقت إدارة النادي الأهلي خطابا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بموافقة الجهات الأمنية على إقامة مباريات الفريق في بطولة الدوري باستاد القاهرة. وتعد هذه الموافقة الأمنية بعد الطلب الذي تقدم به مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر بخوض النادي الأهلي مبارياته على ملعب استاد القاهرة. أكد سيادة اللواء شين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة النادي تلقت خطابا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بالشروط الخاصة بمباراة النادي الأهلي بدور ال 32 لكأس مصر أمام تليفونات بني سويف التي تقام في الساعة 8 مساء على ملعب بيترو سبورت بالقاهرة يوم 10 نوفمبر الجاري. وأوضح أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم الاتجاه للعب وقت إضافي نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفائز والذي يصعد للدور الثاني. أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة الحاج عامر حسين ملاعب ومواعيد المباريات التي تقام في دور 32 لمسابقة كأس مصر. وتقرر أن يستضيف في استاد بيترو سبورت مباراة الأهلي وتليفونات بني سويف يوم 10 نوفمبر الجاري. يذكر أن قرعة دور 32 لكأس مصر أجريت أمس في مقر اتحاد الكرة. إلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، وصلت فرق سباحة النادي الأهلي بجميع مراحلها العمرية اكتساحها لسباقات بطولة القاهرة الصيفية المختلفة والمقامة على استاد القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الجاري. واستطاعت سباحة النادي الأهلي أن تحافظ على صدارتها مع اقتراب انتهاء المسابقة وبفارق كبير من النقاط على الأندية المشاركة، خاصة أن النادي الأهلي يشارك في البطولة ب 950 سباح وسباحة.
يشارك الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حمدي الصافي في البطولة الودية التي ينظمها نادي الصيد بالدقي في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد الذي سينطلق في نوفمبر المقبل. ويشارك في البطولة التي تستمر من 3 وحتى 4 من نوفمبر المقبل الأهلي والزمالك والصيد وهليوبلس والطيران. يذكر أن فريق السيدات هو حامل اللقب في النسخة الأخيرة لبطولات الدوري وكأس مصر والبطولة العربية. واحنا مش دخلنا حقق فريق سيدات النادي الأهلي لكرة اليد فوزا ساحقا على مركز شباب الجزيرة بنتيجة 63-1 في مباراته الأولى بمنافسات بطولة منطقة القاهرة. وكان الموسم الحالي قد بدأ في شهر أكتوبر بمباريات الدوري وحقق الأهلي فوزا على السنطة وهيلوليدو والمعادي والسادس والستة أكتوبر. ويستأنف الفريق التدريبات اليوم استعدادا لمبارياته القادمة في الدوري أمام فريق الجزيرة على صالة النادي الأهلي عصر السبت المقبل. حقق فريق ناشئات يد الأهلي مواليد 2000 فوزا كبيرا على فريق الرحاب بنتيجة 39-14 في المباراة التي أقيمت على ملاعب كرة اليد بمقر نادي الأهلي بمدينة نصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة. ويستأنف الفريق تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة 6 أكتوبر السبت المقبل في إطار منافسات الدوري على ملاعب نادي الأهلي بمدينة نصر. يذكر أن فريق مواليد 2000 يلعب مبارياته بنظام الثلاثة أشواط على أن تكون مدة كل شوط 20 دقيقة. غادرت اليوم الخميس بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة 3-3 القاهرة متجهة إلى توجو للمشاركة في البطولة الإفريقية للرجال والسيدات والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري. وتضم قائمة المنتخب كل من أحمد الصباغ ورامي إبراهيم وباسم الليسي وحاتم البحيري، فيما يضم منتخب السيدات منة عوض ونسمة عبد الرحمن وتقى جمال وتمارة شاش. لسه أخبارنا مستمرة مع حضراتكم، لكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد. نادي الأهلي حبيبي. نروح مع حضراتكم إلى جولة في الملاعب العالمية. تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الأوروبي ب 24 مباراة تقام في نصفها في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة والبقية تأتي في تمام العاشرة مساء. استعد محمد النني للعودة مجددا لقائمة نادي أرسنال خلال مباراة اليوم أمام ريد ستار بلغراد الصربي، حيث يسعى أرسنال لحسم تأهله إلى دور 32 من البطولة. ويلعب سبورتينج براغا بقيادة أحمد حسن كوكا أمام لودجريتس البلغاري ضمن مباريات نفس الجولة. أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك فريق ماريبور السلوفيني مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج. وافتتح صلاح التسجيل لليفربول بعد مضي 4 دقائق من الشوط الثاني قبل أن يضيف الفريقين هدفين ويفوز بثلاثية نظيفة. وقال كلوب بعد المباراة: صلاح يمتلك قدرات هجومية رائعة وأنه يجيد استخدام سرعته في المساحات الصغيرة.
تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي حول عقده مع النادي الملكي بعد الخسارة أمام توتنهام مساء أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. قال رونالدو في تصريحات صحفية لصحيفة ماركا الإسبانية أنه لديه في عقده 4 سنوات وأنه لا يرغب في تحسين عقده، وكان ريال مدريد قد خسر بثلاثية نظيفة أمام توتنهام الإنجليزي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا ليتأهل الأخير إلى دور 16 للبطولة. من المنتظر أن يتخذ الملياردير الروسي رومان إبراهيموفيتش رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي قرار بإقالة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الفريق بعد تراجع مستوى الفريق والخسارة في 3 مباريات خلال أول 10 جولات من البريمير ليج الدوري الإنجليزي وأمام روما بدوري أبطال أوروبا. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي تشيلسي يخطط لإقالة كونتي ولكن ينتظر الوقت المناسب للقيام بالأمر مثلما فعل مع مواطنه دي ماتايو في 2012 الذي رحل عن تدريب الفريق رغم تحقيقه لبطولة دوري أبطال أوروبا. وأوضحت الصحيفة أن إبراهيموفيتش أغلق جميع قنوات الاتصال بينه وبين كونتي وجعل المدرب الإيطالي يتعامل فقط مع المدير التنفيذي للفريق وتجاهل الحديث معه في الفترة الأخيرة. أعرب المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو عن سعادته بعدما أصبح الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وشهد أغويرو بمساعدة زملائه له في طريقه للوصول للقب الهداف التاريخي للسيتيزن، وحطم أغويرو صاحب 29 عاما الرقم القياسي لإيريك بروك الذي ظل طوال 79 عاما يحمل رقم الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي ب 177 هدف. كشف الجناح البرازيلي داني ألفيش مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي عن السر وراء تفوق برشلونة الأسباني على أرسنال الإنجليزي خلال المواجهات القارية في دوري أبطال أوروبا. وقال ألفيش في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبرس البريطانية أنه حينما كان في صفوف برشلونة فإن زملائه دائما ما كانوا يتمنوا مواجهة أرسنال لأن أسلوب لعب الفريق الإنجليزي قريب منهم كثيرا، وتابع أن الكرة أوقعت فريقه أمام أرسنال دائما حيث كانت النتائج دائما في مصلحة الفريق الكتالوني وهو ما منحهم الثقة والسيطرة. ده كان آخر خبر معانا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.